بما انها اول تجربه عربيه للكهرباء وانا متاكد انت 90% ما ريش الكهرباء قبل، دونك نسينا نحكيو على تاريخ الماركه وشنو هي الماركه قبل ما نحكيو على الموديل هذا شنو هو فيه. باهي، الماركه اللي معنا اليوم اسمها ليب موتور، ماركه صينيه اتنشات عام 2015 ومن بعد خرجت اول موديل لها اسمه S01 دخلوها بعضها برشا موديل رياضي على صغرون على كذا ما نجحش بالكل بالكل، عملوا هكا واخروا خطوه التالي وشافوا شنو فما في السوق، شنو نجموا نقدموا وكيفاش نجموا نتوسعوا. عام 2017 بعد ما عملوا شراكه مع شركه فاو الصينيه اللي يزيد عندنا في تونس تبيع واللي تبيع في برشا اسواق اخرين، قرروا انه باش يخرجوا ثلاثه موديلات مختلفين، فئه تاع ميستادين، فئه تاع اس يو في صغرون، وفئه تاع سيدان كوبي هكا رياضي دونك. وهذا اصغر موديل ولا اول موديل عندهم بعد ما تفاو الصفحه من جديد، اسمه ليب موتور T03 موديل كونسيدري انه يكون ميني ستادين اقتصاديه محدوده الاستعمال شباب والا عائله صغيره بالكدا. كما قلت لك الكهرباء توا قد تبيع في الاتحاد الاوروبي معناتها مرخصه انها تدور في الاتحاد الاوروبي تتباع غادي، دونك الكهرباء ضمن المواصفات الاوروبيه.